عمالي وجيبوا لي وريدي يلعبوا عليه. تي تركب في هذه البلاصه هذه هذا البلاد لقيتوني بهذا المرطب هذا ديال فيجي كيجيو فيه جوج السما. اهلا وسهلا. صباح الخير صباح النور عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتكونوا في حيويه ونشاط ان شاء الله. نظن 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 تقضوا معايا يقول لي يلاه فايقه 11 هادي. المهم البنات كي دايرين لاباس عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كنقول لكم شكرا 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 على الدعوات ديالكم، شكرا كل واحد سول فيا فاش كنت مريضه. البنات اللي عارفين راه كان فيها كورونا، هنا البنات اليوتيوب قليل اللي عارف بلي راه كنت مريضه. المهم البنات ديال الانستغرام راه المهم تنعاود لهم كلشي يعني يوميا انا معاهم في لي ستوري. اللي ما كاينش عندي في الانستغرام يدخل يتابونا عندي هنايا ويشارك، راه دائما تنشارك معكم تما يومياتي وكنشارك معكم كذلك حتى الجديد اللي ما تنشاركش معكم هنا في يوتيوب. المهم اليوم ثاني غادي نديكم معايا ان شاء الله لواحد الجوله اللي غادي نديرها انا وصحباتي اللي ديجا شاركت معكم شاركتهم معكم في العراضه اللي كانت عرضت علينا ديري سوي غيزلان. اليوم ان شاء الله غادي ندوزوا الصباح ديالنا من الصباح حتى العشيه ان شاء الله، وبغيت حتى نتوما نشارك معكم النهار كيفاش غادي يدوز، كذلك نشارك معكم افكار فين ممكن انكم تتغداو اولا ديروا كاسكروج اولا المهم اي حاجه درناها اليوم ان شاء الله غادي نشاركها معكم. المهم يلا لصقت الضفيرات، هاد الضفيرات هادو غادي تموتوا عليا بالضحك. هاد الضفيرات درتهم دابا ثلاث المرات ما تنحكش الضفر فاش نبغي نلصقهم تنلصقهم، راه حتى كدوز فيهم الخرجه كنحيدهم كنعاود ثاني كنعاود نركبهم كيجيوني ساهلين باش بلا ما نبقى نصبغ ما والو. المهم غادي ندير معكم دابا ماكياج خفيف، كتقولوا لي دائما نشارك معكم الماكياج اللي كندير، غادي نشارك معكم هكا لقطات ونخليكم مع شنو غادي نلبس ان شاء الله. و المهم اي حاجه درتها راه غادي نخليها لكم هنا. الحاجه اللي كنقول لكم دائما هي الترطيب، انا ديجا رطبت وجهي. البنات اللي عندهم بشره دهنيه كنصحكم بهذا المرطب هذا ديال فيجي، كيجيو فيه جوج صراحه من اروع المرطبات اللي كاينين، واهم حاجه انه خالي من الزيوت. غادي ناخذ الفون دو طان ديال الماك، غادي ناخذ منه شويه ما غاديش نكثر اصلا حيت كاين الموت الدجاج في اكادير. البنات ديال اكادير قولوا لي كيجاكم هذا الجو، غادي ندير غير شويه هنا هنا غير البلايص اللي عندي فيهم دوك التصبغات وصافي. غادي نستامبي مزيان وغادي نفيكسي بالبودره ديال ريفوليسيون، هذه راه رخيصه وصراحه زوينه وتتديك وما البنات تقريبا ثمنها ما عقلتش كنت خديتها ب 90 درهم، ولكن راه عرفتو راه دوزات عندي شي عام وصرف وباقي انا ديما تنخدم بها. البنات خديت البودر كيف ما قلت لكم وغادي نشبي غير هنايا ومنها باش يفيكسي ليا باش ما يخليش ليا دوك الخطوط اللي تيبقاو ليا تحت العين. غادي ندير فوق الحبيبات، انا اصلا كيف ما شفتو راه ما كثرتش الفون دو طون، درت غير فوق الحبوب وفوق من البلايص اللي هكا زرقين عندي في الوجه ديالي. وصافي غادي ناخذ فاراجو، غادي ندير هذا ديال بريتي، هذا اللي قلت لكم وريتكم داك النهار درس لي خصني نمشي نجيبو. غادي غير نحطو هكا حتى تيت استومبا مزيان، عاد غادي نحاول نقصو شي شويه. المهم غادي ندوز دابا نقاد حجباني، غادي هذا الحجب صوبته غادي نصوب هذا حتى هو. المهم تنخدم بهادي ديال شيكلام صراحه زوينه ورخيصه. ندير ماسكارا المهم درت عكيار كيف ما شفتوا، ودابا غادي نمشي ندير شامبون شعري شامبون سيك. راه صافي ما يمكنش هذا نصور لكم شي فيديو ما نصوروش لكم، غادي نديرو حيت شعري شوفوا كيفاش كيبان مزيت، واخا يلاه غسلت غير البارح دغيا انا كيتزيد لي مع البروتين. صافي هادشي اللي كاين. المهم غادي نلبس حوايجي ونرجع معكم. المهم البنات بغيت نبارطاجي معكم هاد لاماشين هادي، ديجا راه وريتها لكم كنت خديتها من شيئين ياك. كيجي مع هاد الكويس هذا اللي بحال هكا تيتركب في هاد البلاصه هادي. هذا البنات لقيتوني يعني يلاه دوزت دابا هاد لافاس، باقي لي هاد الجهه الاخرى غادي نوريكم لاش كيصلح. هذا البنات كيحيد لكم كاع هاد هاد الحبيبات هادو دوك اللي تيكونوا هكا في التريكو ولا دوك الكويرات اللي تيكونوا لكم في الحويجات ديالكم. نقرب شوفوا هنايا
شتو هادشي كامل كتحيدوا لكم. انا يلاه ندوز هاد لافاس هادي، غادي نعاود ندوز لافاس ثانيه، وتفكرت باش نوريها لكم حيت فاش كنت شاركتها معكم فاش كنت خديتها بزاف البنات سولوني كيفاش زعما الطريقه ديالها، وقلت لكم انا غادي نوريكم الطريقه ونسيت. المهم غادي نركب هادي هنايا ونرجع معكم. بالنسبه للطريقه انا غادي نشعلها من هنايا، ضروري خصكم تركبوها في الضو البنات، وصافي كدوزوا هانتوما بحال السشوار ديال الصوت ديالها، وكدوزوا على التريكو ديالكم ولا كاع البلايص اللي فيهم هذوك دوك الحبيبات. شوفوا شحال غادي شتو شحال كيجمع، باقي دابا ما شداش مزيان انا بيديا نورمالمون كتلقاو هادي عامر، هو باقي داكشي كاين في التحت، وهادي كل شويه خاصكم تبقاو تسوسوها تحيدوا منها هادشي اللي كيكون فيها. البنات اللي عندهم الحساسيه من الاحسن يديروا بافيت باش ما هكا ما يشموش هادشي اللي كيبقى يطير. شتو صراحة زوينه وعمليه هذه والله، غير شروها البنات راه ما غاديش تندموا عليها، خصوصا البلاصه اللي كيحك فيها الصاك كتبقى هكا فيها دوك الكويرات. ها انتما ساليت الماكياج ديالي، قولوا لي كي جاني. كيف ما شفتوا درت غير تراساج الحجباني، درت ماسكارا، ومن بعد درت هذا الكريون هذا بحال الخضيدر زوين، هذا ديال ماكس اند مور، ها هو بحال اللون ديالو بحال بترول، وصافي درت روج على ليفغ هكا غير مع عرس مع الضو، دابا تيبان هكا فاقيع بزاف، المهم نديرها غير خفيف وفاراجو، هادشي اللي درت صافي. بالنسبه للحويجات راه لبست غير تريكو، شي واحد الروينه خليت في هاد البيت ناري ما نعاودش لكم. شوفوا تنرجع ونكمل هادشي نفكو عليا هادشي اللي كاين، المهم خليكم معايا. يلاه تلاقيت دابا مع البنات، هما يلاه شدينا غنشدو ان شاء الله الطريق باش نمشيو كيف ما قلت لكم الاورير. معايا شبي حياه، بنات غنيه عن التعريف، وبلاش نقرب لكم الكاميرا الغزاله اسماء ام ادم، حتى هي غادي نخلي لكم لاشين ديالها في لابار دانفو، غادي نكتبها لكم هنايا ان شاء الله. وانتما معالا تايا راه كدير صراحه روتينات زوينين، ويلاه دارت مؤخرا تايا واحد الحفله لولدها، دارت لي لانيفيرسير والصراحه دارت داكشي تيحمق وباينه فيه بنين. المهم دخلوا عندها تايا شوفوا الفيديوهات ديالها. المهم حنا دابا كما قلت لكم يلا غادي نشدوا الطريق وتنوصلوا ان شاء الله ونكملوا معكم. المهم كيف ما شفتوا يلاه وصلنا دابا لتانيت، نحاول نصور لكم هنايا تشوفوا لقطات ديالو. السلام عليكم، شوفوا لي شحال زوين هنا، شحال زوين ريحه الطواجن، ريحه الجوع. خاصكم الله يهضرني الجوع ديال بصح. المهم قلنا البنات دابا سبقونا حيت صراحة طاحت الما، طاحت علينا اسمي شوية. المهم بالنسبة للحدا ديالنا حيت فينا صالة سميتها تانيت فاغيي، وصراحة كانت بنية خصوصا الزعلوك، صراحة كان فيه واحد المذاق رائع. المهم وبالنسبة للطاجين خدينا طاجين بلدي، خدينا هكا كيلو ديال الطاجين بلدي، صراحة حتى هو كان صراحة زوين. المهم يلا كلينا طاجين صدق زوين، ولا صلاه دراري قلت لكم زوينه البنات تاعهم هي لايفون وما كانش خصو يجي يعني واحد الغزالات شاهين دونك شنا لا شوبين نديا كي جاتك اش الوليمه الوليمه تبارك الله عندهم ماكله زوينه طاجين زوين ياك حتى انتما خديتو دجاج بلدي ياك خدينا صراحه زلوون 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 هادشي راه نقول لكم انا يلا قلت هادشي يعني كنت عاقله على اللوغو ديالو
لي كنت صغيره مزيره تزوجت 15 عام بارك الله قسما بالله وديما كنقول نجيو ما كيكتبش كنمشيو بلاصه اخرى هنا بطلت ما كنجيش ليه انا صراحه اول مره نجي عندهم لا اول مره نجي عندهم عرفتي شي حاجه الزبينه حفراتك في الذاكره اه تبقاي شي راه دابا غنش الطاجين ولكن ما عرفتش نسحب الاقتراح ديال هذا ديال جهاد لا راه هي جهاد قالت 600 انا ما عرفتوش ب 600 انا عرفت غير بهذوك اللي كيديروا احواش حدا الباب فين هو احواش ما كاينش واش ما كاينش كيكون انا الحد قناوه قناوه فينا ما قناوه كاين الحشاشه كاين غير طير لهم الطاقيه هاد خديتي تسكتي واش بدا زوينه زوينه وانا اختي مع الغزاله ناديا انتي هي الغزاله ديال الكادير الله يستر عليك الجميله والله العظيم نعسي هاد 15 يوم اللي كزنا في الدار بحال كزنا والله الا التلاميذ عندي والشهيدات ما كيخونوش يا ناري يا ناري يا ناري الله هلو والله لا يخطك علينا وحق الله اختي راه بينا مثل شويه النفس ديالها وياه واش جيتي زوينه يا اختي معاك هاد اللون جيتي فنه الله يعطيك الخير شوفي تبركيكا تبركيك خدام الغزالة غزلان ديليس وحياة جزيرة مشات وهذه تاهي كتبروك السومة اهلا وسهلا المهم حنا مرحبا بك عندي في القناة ديالي بارك الله فيك السن ديالي مرحبا بك ومرحبا بكم عندي اسماء ام ادم دخلوا عندها تاهي دابا الى 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 كلينا الملح كنبغيو الحلا حلو يلا انضموا ولا وريا اجي لهوريا اش كدير لهوريا شوفوا لي زين اختي لهوريا لهوريا ولا ولا تعمالي وجيبوا لهوريا يلعبوا علي اوكي يا مودي تباني على مزينك خاصه انا وياك نديروا شي فلوق في نهضروا بها غير لهوريا حق الله لهوريا زعما كنبانوا على مزينات من الطبق اوكي كي مودي ضرب لنا واحد واحد الطاجين على مزينات وريحه الصبر تعطي فيه ملي شدني صقيت وكليلة كليلة 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 دخ عندنا بنا الكليكة عبطة صلاة صلاة Rising up like a phoenix says I'm tired of pushed to the ground Sticking my heart
هنا كنسالي معكم الفيديو ونتمنى نكون وصلت لكم ولو قليلا اولا نكون شاركت معكم هاد البلايص هادو اللي تقدروا حتى نتوما تدوزوا فيهم الويكاند ديالكم مع وليداتكم ولا مع عائلتكم ولا مع رجالاتكم علاش لا. المهم هادشي اللي كاين, نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله, وما تنساوش لايك للفيديو عافاكم البنات, ما تنساوش ليا لي لايك, ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله, نشارك معكم بلاصه جديده وحاجه جديده ان شاء الله. السلام عليكم.